المبدع مدحت العدل، اهلا بيك معانا. مستعد؟ اسالني. في التسعينات قدمت وجوه شابه اصبحوا النجوم دلوقتي، خلق نجوم جديده، ده كان بشكل مقصود ولا بالصدفه؟ لا مقصود، والشركة طول الوقت بتعمل كده، مش بس الناس بتمثل، مديرين تصوير. أول ما سامح سليم أول مرة مدير تصوير عندنا، هالة خليل أول مرة تخرج عندنا، علي إدريس أول مرة، كتاب، كل حاجة. كل حاجة بدأت خطة للشركة. ورش الكتابة فادت الدراما ولا كان ملهاش طعم؟ ورش الكتابة بالشكل المعمول بيه تضر الدراما أكتر ما تفيده. كل ما نسأل ممثل أو مخرج يقول مفيش سينما عشان مفيش ورق، المشكلة في الورق. لا لا لا، مش حقيقي. المشكلة في نظام الاحتكار اللي موجود في مصر، مش موجود في أي حتة في العالم، أن تكون منتج وصاحب دار عرض وبتوزع، ده مش موجود غير في مصر. ليه أعمال زي سجن النساء ما تبقاش فيلم سينما عشان يعيش أكتر؟ طبعا وارد ما يبقى فيلم سينما، بس الدراما دلوقتي بتعيش زي السينما بالظبط، لان بقت في منصات وبقت في قنوات وبنصور زي السينما بنفس طريقه السينما بالظبط، بدليل ان مارتن سكورسيزي بيخرج مسلسلات، هو مخرج سينما، كوبولا بيخرج مسلسلات، فاصبح الفرق بينهم ما عادش موجود اصلا. السينما زي المسلسلات، العمل الجيد هو اللي بيفضل موجود. كامل ابو ذكري والعدل جروب دويتو هايل من الاعمال العظيمه، سر الهارموني ده ايه؟ كامل ابو ذكري عايزه وقت، وعايزه انتاج جيد، وعايزة منتج فنان ويديها إمكانيات. ده بيحصل عندنا في العدل جروب والأستاذ جمال العدل، وبالتالي كل اللي بتطلبه بتلاقيه، وما بنطلبش منها أكتر من اللي تقدر تعمله، فبتقدم فن جيد. المسلسلات ولا الأفلام بتكسب المنتج أكتر؟ حسب الفيلم وحسب المسلسل. يعني لو فيلم ضرب زي صعيدي في الجامعة الأمريكية مثلا، أكيد ده كسبنا أكتر من المسلسلات، بس المسلسل الريسك بتاعه أقل من الفيلم، لأنه أنت بتبقى عارف أنت بتبيع وبتشتري إزاي بكام وكده. لكن السينما أنت وحظك في الجمهور، أو أنت يعني الدخل من جوه مصر بيعتمد على نجاح الفيلم في السينمات، ممكن ينجح وممكن ما ينجحش. ليه اختفى السيت كوم فجأة؟ يا ريته ما طلع يعني. لأنه مش الدنيا بتتطور، وهو ما عندوش ملامح التطور اللي خليه موجود، ككتابة، كإخراج، كخفة ظل، كحاجات كتيرة جدا، فعشان كده اختفى. حتى اختفى بره على فكرة، مش هنا بس. يعني هل في مبالغة في أجور بعض النجوم؟ أكيد، بس يعني تم السيطرة على الموضوع ده. لكن في نجوم ما بتاخد فلوس بتجيبها، وفي نجوم بتاخد فلوس عشان فلانة خدت وأنا ليه ما اخدش. العيب مش عليها، العيب على اللي بيدفع لها. قلت قبل كده انك عملت مسلسلات زي وقت الغروب عشان ايمج شركه العدل جروب، يعني ايه؟ يعني انت بيبقى في السي في بتاعك، مش كل الاعمال اللي بتعملها لازم تكسب منها ماديا، ممكن تعمل عمل تكسب منه معنويا، تقدم عمل كبير وضخم يتحط في ان انا العدل جروب انتجت حديث الصباح والمساء، وانتجت وقت الغروب، وانتجت حاره اليهود، ماشي، وفي نفس الوقت تقول العدل جروب عملت لأعلى سعر، كسر الدنيا وتحت السيطرة، كلها مسلسلات حلوة. بس لما تيجي تبص في الأعمال ذات الإنتاج الضخم اللي بتتكلم عن التاريخ وبتاع، هتلاقي الأعمال اللي احنا بنقولها دي. عمل فني من إنتاج العدل جروب، مين بيحدد البطل، المؤلف ولا المنتج؟ كلنا، يعني مفيش حد معين، الرأي الأخير للمنتج، تمام. لكن المخرج بيقول أنا ما أقدرش أفرض على مخرج بطل، وكمان المخرج ما قدرش يفرض على الشركة بطل، فاحنا دايما الموضوع يعني ايه، بيبقى فيه ديمقراطية، واحنا فنانين مش مجرد شركة انتاج معاها فلوس، فدايما بنوصل لحالة التلاقي على الابطال سواء الاول او اللي غيره. مسلسل العندليب نقدر نقول انه محققش النجاح المتوقع، بعد بروباجندا كبيرة وبرنامج كبير، وطلع شادي شامل يعمل دور عبد الحليم. ايه السبب، ما نجحش ليه؟ السبب الأساسي من وجهة نظري أن طبعاً شادي شامل ابن من أبنائنا، لكن أنا أعتقد أنه الكاستنج ما كانش مظبوط. آيس كريم في جليم عمرو دياب، وأمريكا شيكا بيكا محمد فؤاد، لو هتعيد التجربة مرة تانية مع حد في الوقت الحالي هتختار مين، عمرو دياب ولا فؤاد؟ يمثل يعني؟ عمرو دياب. انتقدت أغنية سوبرمان لسمير سعيد، إيه اللي ما عجبكش في الأغنية؟ المفردات ما عجبتنيش، لأن هناك مفردات تمشي مع شكوكه ومفردات تمشي مع عبد الحليم، فأنا رأيي أن المفردات اللي اتغنت وجهة نظرة قد أكون مقتئن يعني، لكن أنا مش قادر أتقبل أن سميرة سعيد اللي غنت ألجاني بعد يومين تقول المأنتخ وكرش قدامه، ده أقرب للشكل
الهزلي اوكي يعني الفكره نفسها حلوه ان الراجل يبقى رومانسي قبل الجواز ويتغير بعد الجواز، الفكره لطيفه بس من وجهه نظري مش دي الالفاظ. بس شيرين وانغام وامال ماهر تعمل لمين فيلم سينما ويكسر الدنيا؟ شيرين. همام في امستردام خلى حلم الهجره حلم الشباب كبير، وعلى العكس جدا كان امريكا شيكا بيكا بيخوف الناس من الهجره. فانت مع ايه بالظبط؟ انا مع الهجره، الخروج لبلاد الله خلق الله لما تبقى قادر على السفر. قلت ده في امريكا شيكا بيكا، هروح لامريكا لما بقى ضد امريكا، لكن ما بقاش طبيب بشري متعلم في مصر واروح ابيع جرايد في النمسا، واخد بالك؟ فانا مع السفر لو انت قادر عليه، لكن ما تروحش تبهدل نفسك وتتعذب وتبقى راجل تستغنى عن كل اللي انت درسته في بلدك عشان تروح تكسب ولا حاجه وتتهان، ده حاجه بتحزنني. يعني في جزء تاني من فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه؟ لغايه دلوقتي ما اعتقدش، لكن احتمالي يبقى في جزء تاني من همام، مش همام، ادريانو، شخصيه ادريانو بتاعت احمد السقا، بنفكر نعملها فيلم. حاربت بالكلمه وحمست العالم العربي كله باوبريت القدس هترجع لنا، ممكن نغني نفس النوعيه دي من الاوبريتات ولا خلاص نسينا القضيه؟ لا اطلاق، واجبنا ان احنا نفكر الناس بالقضيه. هل صحيح هتعمل فيلم عن اغاني المهرجانات بطل وفرقه المدفعجيه؟ حقيقي بعمله، يعني بكتب فيه دلوقتي. اكتر اغنيه مهرجانات معلقه معاك ايه؟ بنت الجيران. اغاني محمد رمضان فيها نرجسيه بنسبه كبيره، شايف الموضوع ازاي؟ انا شايف ان يعني محمد رمضان نجح جدا في اغانيه، اغاني لذيذه ودمها خفيف، و سيب الناس تجرب، يعني ليه ما يجربش محمد رمضان؟ راجل عامل اغاني ومكسره الدنيا وناجحه ماشي، وبعد شويه هو نفسه هيحس ان انا لازم اغير الموجه، فاديله غير الموجه. سيب الناس تتبسط. شخصية تاريخية نفسك تعمل عنها فيلم كبير؟ ده في شخصيات كتيرة، يعني الحقيقة أنا نفسي أعمل فيلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، يعني نفسي أعمل فيلم عن المسيح، أخد بالك، سيدنا المسيح، يعني في شخصيات كتيرة نفسي أعملها. يعني لو كنت وزير للثقافة أول قرار هتاخده هيكون إيه؟ قصور الثقافة المنتشرة في الريف تتحول إلى بؤر ثقافية تعمل فيها مسرحيات وتعمل فيها أفلام، وتتحول المدارس الصيفية في الصيف لدور عرض ببلاش لكل الناس، هكذا تستطيع أن تقضي على الإرهاب. لو هتسيب الطب والفن والرياضة وتشتغل حاجة تانية هتكون إيه؟ أقعد في البيت استريح بقى. يعني إمتى هتشجع الأهلي؟ متهيألي مش هشجعه، يعني بس يعني هشجعه لما يبقى فيه بيلعب في مهمة وطنية، وأنا بشجع الأهلي عادي إن أنا أشجعه يعني، لكن أكيد هو بيلعب الزمالك وبيلعب في الدوري المصري أكيد مش هشجعه. يعني الأهلي هو النادي زي ما أنا قلت كذا مرة، هو النادي الوحيد الذي يدار بشكل مؤسسي نفتقده مش في كل الأندية، في معظم المؤسسات. المبدع مدحت العدل، شكرا ليك، شرفتنا ونورتنا. أشكرك، أشكرك كثير، سألتني وجاوبت.